وهذا السؤال أيضا يتردد في أجواء مخالفينا وحتى في أجواء الوسط الشيعي، أنه ماذا كان موقف سيد الأوصياء من الذي جرى على أم الحسن والحسين؟ وهذا السؤال يروح ويرجع، وأسمعه في كل مكان، وهو سؤال أسخف من السؤال الأول، أسخف بكثير من السؤال الأول. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن الموقف الجزئي، هناك أحداث ذكرت بأن سيد الأوصياء أمسك بالرجل، طرحه أرضا، وجاء أنفا، قضية لما أرادوا أن ينبشوا القبور الأربعين وخرج بسيفه وهددهم، هذه الأحداث وأمثالها مذكورة ولا أريد أن أقف عليها والوقت ضيق، أريد أن أذهب إلى جوهر السؤال. هذه الأحداث لا تشكل موقف سيد الأوصياء، موقف سيد الأوصياء كان هو تقديم القربان، قدم الزهراء قربانا، حتى هذا التعبير بأن أمير المؤمنين صبر، هذا التعبير تعبير قاصر، ورد في الروايات ولكن هذا التعبير ورد لمدارات العقول. القضية من أين تبدأ؟ أول نقطة أشير إليها أن النبي صلى الله عليه وآله لما رسم برنامج دينه وهدايته وضع الخطة الأولى، السيناريو الأول، وهو سيناريو الغدير، هذا هو السيناريو الأول، وأن الأمة ملزمة بالغدير، وبعد علي يأتي المجتبى، وهكذا الأمة ملزمة بالغدير، ولكن الأمة غدرت وخانت، فانتهى السيناريو الأول، فانتقلنا إلى السيناريو الثاني وهو سيناريو القرابين. السيناريو الثاني سيناريو القرابين، وحتى هذا السيناريو لو غدرنا بإمام زماننا سيأتي السيناريو الثالث، وليس بعيدا ذلك، حينما تقول الأحاديث الشريفة لو لم يبقى من عمري هذه الدنيا إلا يوم واحد، لماذا؟ لأن الشيعة قد غدرت بإمام زمانها، ما مهدت له الأمر، يبقى الأمر هكذا، الدنيا expired، لها تأريخ، فحينما يبقى اليوم الأخير الله سبحانه وتعالى يطول ذلك اليوم، وحينئذ يأتي سيناريو اليوم الأخير ويصلح الله أمره في يوم وليلة والروايات، وأنا لا أريد الآن الحديث عن هذه المضامين، لكنني أريد أن أقول السيناريو الثاني وهو سيناريو القرابين. قد تسأل لماذا سيناريو القرابين؟ أحاول أن أوضح لك الفكرة، هناك منطق فلنسميه المنطق الترابي، هناك فكر فلنسميه الفكر الترابي، هناك تخطيط، منطق، فكر، تخطيط، قل ما شئت، هناك المنطق
المنطق الترابي، ولكن هناك منطق آخر وهو المنطق الغيبي. المنطق الترابي، الإنسان حين يخطط لشيء له مواصفات. أولا، نحن حين نخطط في حياتنا الدنيوية فكرنا محدود بمساحة هذا العالم، نحن لا نستطيع أن نفكر خارج المساحة الدنيوية، تفكيرنا محدود داخل المساحة الدنيوية. هذا واحد. واثنان، تفكيرنا محكوم بأعمارنا. صحيح نحن لا نعرف متى نموت، ولكن نحن نقول الإنسان لا يتجاوز 80 أو 90، فحينما يخطط أحدنا يخطط بهذا المستوى، أو ربما يضيف إلى تخطيطه في الحياة أيضا عمر أولاده، يلاحظ عمر أولاده من بعده، وقد يلاحظ بعض الملوك أن يبقى لهم اسم في التاريخ مثلا، فيأخذ في نظر الاعتبار بعض المسائل التي تتعلق بهذه القضية. ودائما نحن نحاول في مخططاتنا أن ندفع المشاكل التي هي قريبة منا، التي نحس بها، المشاكل المخفية والبعيدة لا نتحسس بها، ونحاول دائما أن نحصل المنافع العاجلة بسرعة بسرعة. هذا هو التخطيط الترابي، المنطق الترابي. السقيفة حين خططت بهذه الطريقة، وإن كان هذا المطلب بحاجة إلى تفصيل أكثر، لكن الوقت محدود، أختصر الكلام بقدر ما أتمكن. أما المنطق الغيبي، المنطق الغيبي ليس محدودا مثل الحدث العقائدي. أنا قلت هذه القضية مرتبطة بالقضية السابقة. المنطق الغيبي ليس محكوما بالمساحة الدنيوية، وليس محكوما بمدة زمنية معينة، ولا ينظر إلى المشاكل الآنية أو المنافع العاجلة. المنطق الغيبي منطق آخر. وإذا أردنا أن نرجع إلى القرآن، بالتالي إذا كان المنطق مختلف التصرف سيكون مختلف، شيء طبيعي. حينما يكون هذا المنطق، يعني الأساس الذي يتم به التخطيط، ستكون الآليات مختلفة، الوسائل مختلفة في التنفيذ، لأن الذي يريد أن يعبد طريقا في البحر له آلياته، والذي يريد أن يعبد طريقا على الأرض له آلياته، والذي يريد أن يعبد طريقا معلقا له آلياته. هذا يحتاج إلى هندسة خاصة، وهذا إلى هندسة، وذلك إلى هندسة خاصة، ولكل هندسة آلياتها. الهندسة الغيبية غير الهندسة الترابية، الآليات مختلفة. ومن هنا كان هذا السيناريو سيناريو القرابين. فكان القربان الأول، اللوحة الأولى، كان مجملا مضغوطا. أين شرح؟ شرح في كربلاء، الذي جرى بين الباب والجدار كان مضغوطا مركزا. أين شرح وفصل؟ الشرح والتفصيل والتفسير والبيان كان في كربلاء، وإلا المنطق هو المنطق. لماذا جاء الحسين بعائلته؟ لماذا قدم الرضيع؟ المنطق هو المنطق، نفس المنطق، والقضية على طول الخط. القضية هناك مضغوطة، في كربلاء مشروحة مفسرة.
هذا هو منطق القرابي. ولذلك ذروة البرنامج العاشورائي عنونته العقيلة حين خرجت ليلة الحادي عشر ووضعت يديها تحت الجسد الشريف: اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان. هنا 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 يتضح المخطط بشكل واضح جدا. سيد الأوصياء قدم الزهراء قربانا، مثل ما قدم الحسين صلوات الله وسلامه عليه كل شيء، قدم كل شيء قربانا. ما قدمه الحسين كان شرحا وتفسيرا. لذلك القربان الذي قدمه سيد الأوصياء، ولكن القربان الذي قدمه سيد الأوصياء قد اختصر فيه كل شيء، فهي أم أبيها. وحين وقف على قبرها الشريف يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وحفها السؤال، يعني اسألها يا رسول الله لأي شيء ستنبئك، بأي شيء تنبئه؟ بتضافر أمتك على هضمها، تضافر اتفاق. ويبدو أن هذه العبارة أيضا ليست محصورة بزمان، تضافر الأمة على هضمها قضية مستمرة على طول الخط، لأن الحدث كما قلت قبل قليل ليس حدثا تاريخيا صرفا، الحدث فوق الزمان وفوق المكان. فكلام علي هنا أيضا فوق الزمان وفوق المكان: ستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها. تضافر يعني اتفاق، تعاون. إذا رجعنا إلى القرآن، أنا كان بودي أتحدث عن المنطق الغيبي في القرآن ولكن أتركه إلى وقت آخر. بشكل سريع أقول، إذا نظرنا إلى واقعة إبراهيم وإسماعيل، هل هناك من أب يفرح بذبح ابنه؟ وحين يأتي الأمر من الله ألا تذبح ولدك، نحن قد رضينا، إلى هذا الحد يبكي ويصيبه الحزن والغم لأنه ما ذبح ولده في هذا الطريق. هذا المنطق الغيبي، منطق التراب شيء ثاني. أصلا هذا الشيء يتعارض مع المنطق الترابي 100%. وهذه القضية لو لم تكن في القرآن وجاءت في الروايات فقط لقيل بأن هذه الروايات ضعيفة، لكنها موجودة في القرآن، لقيل بأنها ضعيفة. قضية واضحة جدا، أب وقد جاءه إسماعيل على كبر، وكان إسماعيل نبيا كاملا كامل المواصفات، شكلا وجسدا ومعنا وعقلا، وإبراهيم شيخ كبير ويأخذ ولده بيده يخرجه من عند أمه ويتوجه وبيده السكين ويضع السكين على رقبته ويجرح رقبته، ولكن يأتي الأمر من الباري سبحانه وتعالى أن توقف. هذه القضية خاضعة لقواعد المنطق الترابي أبدا. هذه القضية لو لم نعتقد نحن بأنها في جو الأنبياء هذه جريمة، جريمة بكل المقاييس. طبعا
بالمنطق الترابي، أما المنطق الغيبي شيء ثاني. نفس القضية، قضية يعقوب ويوسف. يعقوب من البداية يعرف هذا الأمر، ولو نرجع إلى سورة يوسف فإننا نجد التفاصيل واضحة. ألم يطلب من أولاده بأن يتحسسوا من يوسف وأخيه؟ هم جاءوا آيسون من أخيهم بنيامين، ويعقوب يطلب منهم أن يتحسسوا من يوسف وأخيه، وكان عارف من البداية. وأصلا هو الذي أعطاهم العذر من البداية، لما ذهبوا بيوسف ماذا قال لهم؟ قال لهم بأنه هو خائف من أن يأكله الذئب. هو قال هذا الكلام قبل أن يقولوا، بعد ذلك هم جاءوا. القضية لو لم تكن بهذه الصورة ما كان يوسف يستطيع أن يخترق الدولة الفرعونية. البرنامج كان هكذا، وهو الذي ذهب إلى السجن بنفسه. هو طلب ربي السجن أحب إلي. وقائع قصة يوسف كلها خلاف المنطق الترابي، فيها تفاصيل كثيرة ولكن الوقت لا يكفي للدخول في كل جزئياتها. وقصة موسى وكيف أن أمه ألقته في صندوق ووضعته باتجاه قصر فرعون الذي يبحث عن كي يقتله. أليس هذه القضية خلاف المنطق الترابي؟ القرآن مليء من أوله إلى آخره بهذا المنطق. المنطق الغيبي هو المنطق الحاكم في المنظومة الدينية. أما هذا التفكير أنه أن رجل في بيته وجاء قوم ضربوا زوجته فأين غيرته، هذا كلام سخيف. هذا الكلام كلام سخيف سخيف. قضية لها بعد آخر. هذا هو السيناريو الثاني، سيناريو القرابين. والقربان الأول فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. حتى في قصة مريم القضية هي القضية، لماذا أن عيسى يولد بهذه الطريقة؟ لماذا يولد بهذه الطريقة؟ إلى الحد الذي أمه ماذا تمنت؟ تمنت أن تكون ميتة نسيا منسيا، يا ليتني مت قبل هذا. تمنت أن تكون نسيا منسيا. لماذا؟ لأنها ستواجه المنطق الترابي. قالت هذا الكلام في مواجهة المنطق الترابي. أما هي تعرف من هي، تعرف نفسها. هي التي خاطبتها الملائكة من أن الله اصطفاها وطهرها. هي تعرف نفسها من هي، وتعرف من الوليد الذي ستلد. هذا الجانب هو المنطق الغيبي، لكن في مواجهة المنطق الترابي. فهذا الكلام هذا كلام ترابي، هذا كلام السقيفة، هذا منطق السقيفة. نحن إذا كنا علويين وكنا زهرائيين وكنا حسنيين وكنا حسينيين، لابد أن يكون المنطق الذي نفكر به هو منطقهم، المنطق الغيبي. وهذه القضية يمكن أن تطبقها على طول الخط، وقضية الغيبة نفس الشيء. لماذا غاب الإمام؟ القضية نفس الشيء. كل التفاصيل التي كانت في حياتهم صلوات الله عليهم يحكمها هذا المنطق، المنطق الغيبي وليس المنطق الترابي.
المنطق الترابي هو منطق السقيفة، منطق أعدائهم، أما هم منطقهم شيء آخر. التخطيط الذي يخططون به هو بالضبط نقيض ذلك التخطيط.